صحيفة السوداني، نعود لها مرة أخرى ومنها نقرأ: أحكام رادعة في مواجهة 65 إثيوبيا تظاهروا وأغلقوا الشوارع. أوقفت شرطة محلية الخرطوم 65 إثيوبيا تظاهروا حول السفارة الإثيوبية بالعمارات، وقاموا بإغلاق شارع محمد نجيب احتجاجا على الإجراءات الإدارية التي تطبقها حكومة السودان. وطبقا للمصادر، فإن المتظاهرين احتجوا على رسوم التسجيل البالغة بضعة جنيهات، والتي يقوم الأجانب بدفعها عند التسجيل لحصولهم على بطاقات تنظيم عملية وجودهم بالبلاد. وأثناء الاحتجاجات ألقت الشرطة القبض على 65 منهم، ودونت في مواجهتهم بلاغات تتعلق بزعزعة الأمن، وقدموا لمحاكمة عاجلة، وصدرت في مواجهتهم أحكام تتمثل في الغرامة مبلغ 5000 جنيه لكل واحد، والجلد 40 جلدة، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهرين، وأمرت المحكمة بإبعادهم فورا من البلاد. هي المرة الأولى التي تظاهر فيها أجانب ضد إجراءات في السودان بشأن تنظيم إقامة الأجانب، كيف تقرأ هذا الخبر؟ طبعا لأول مرة اتخذ قرار جدي وحقيقي في مواجهة التفلت الأجنبي. نحن يعني لعله أكبر ملامة تتوجه إلينا أننا متسامحين في توافد الأجانب علينا، من كل حدودنا يتسلل الأجانب إلينا. طبعا في كل الدنيا الأجنبي الذي يتسلل إليك تهريبا أو يتسلل من دون إجراءات رسمية يتم إلقاء القبض عليه ومن ثم إعادته من حيث أتى. نحن في السودان نغنن وضع حتى الذين يأتون بغير إجراءات رسمية، ونتعامل معهم معاملة حسنة، ونسمح لهم بأن يتسللوا إلى أحيائنا وأن يسكنوا إلى جوارنا. طبعا في كل الدنيا الذين يتسللون، حتى في أوروبا التي تدعي حضارة بأكثر منا، اللاجئين أو الأجانب الذين يفدون إليها أول مرة يتم حجزهم في معسكرات خارج مدنها، من بعد ذلك يتم النظر في أوضاعهم. نحن منذ أول يوم يتسلل الداخل إلينا وإلى أحيائنا ويسكن بجوارنا. أنا بتقدير الوجود الأجنبي حان الوقت لأن يتم ضبطه، وحان الوقت لأن يحدد وجوده، وحان الوقت لأن السودان الآن يتحمل عبئا فوق طاقته. تعلم أن الآن يفدون علينا من جنوب السودان، ويفدون علينا من أريتريا، ويفدون علينا من إثيوبيا، ويفدون علينا من سوريا، ويفدون علينا من كل دول غرب السودان. وليست هناك من جهة تقدم للسودان عونا في استضافة هؤلاء، سمهم لاجئين، سمهم وافدين، سمهم ما تسمهم. ومن ثم لابد من، للأسف حتى الآن ليست هناك من جهة رسمية واحدة في السودان تتوفر على إحصاءات بعدد الأجانب الموجودين في السودان. ليست هناك من جهة واحدة تضبط وجودهم أو تضبط الأماكن التي كان ينبغي أن يكونوا فيها. ومن ثم لابد من اتخاذ إجراءات واحترازات. تعلم أن الحذر يؤتى من مأمنه. الآن ليست ببعيدة الحادثة التي وقعت في شقة بأركويت، الوجود الأجنبي بات مهددا لأمننا، ومن ثم لابد علينا من مراجعة كل الإجراءات الأمنية بشأن الأجانب والوافدين إلينا. طيب في رأيك يعني بعد هذه العقوبات التي وجهت لهؤلاء المعتقلين الأجانب وقرار إبعادهم الفوري من البلاد، هل يعني ستشكل هذه القرارات والعقوبات رادع لبقية الأجانب؟ هي طبعا هذا أول القيس قطرة، وهذه القرارات ينبغي أن تتبعها قرارات. هذا بداية المسار الصحيح والتخطيط في مواجهة الأجانب والوافدين إلينا. لأننا إذا تركنا الحبل هكذا، تركناه على الغارب، فسنجد أنفسنا ذات يوم وقد بتنا غرباء في هذا الوطن. نشكرك كثير جدا سيد عبد الرحمن الأمين على حضورك معنا اليوم في مشهد السودانية. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا جزيلا.